أهلا بكم مشاهدينا. قضايا عدة ومهمة نتناولها اليوم من حلقتنا من برنامج حبر المواطن. قضايا عنونتها صحافتنا المحلية تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية، فهل تلقى اهتماما من المعنيين وأين هي من المعالجة والحل؟ والبداية مع العناوين. أهلا ومرحبا بكم. التحرش في وسائل النقل ظاهرة تزداد بازدياد الازدحام. الطب النفسي، المتحرشون أنواع، نصفهم مرضى نفسيون. البضائع المهربة في أسواق اللاذقية ينشطها غياب البدائل، فما دور حماية المستهلك في ضبط المواد المجهولة؟ بلا مجاملات الحق يقال. ونبدأ مع ملفات حلقتنا من جريدة تشرين وما كتبه الصحفي جمال حمامة في زاوية بلا مجاملات تحت عنوان الحق يقال. مسألة تثبيت العاملين المؤقتين الجار استخدامهم بموجب عقود سنوية مؤقتة تشكل حالة أرق وعدم استقرار للعديد من العاملين المؤقتين والموسميين، وهم ينتظرون أن يلوح الضوء في نهاية النفق المظلم الذي يقلق مستقبلهم. وفي أحدث تصريح عن هذه المسألة أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن مرسوم تحويل العقود السنوية إلى دائمة قيد الصدور. ويتابع الصحفي القول: ما أود الإشارة إليه يتمحور في نقطتين، الأولى تتعلق بعدد ليس بقليل من العاملين الذين لم تشملهم مراسيم وقوانين سابقة، وهم لا يزالون على رأس عملهم منذ سنوات في العديد من الشركات والمؤسسات العامة بصفة عمال فاتورة أو موسميين وما شابه ذلك، وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من العملية الإنتاجية ويتطلعون إلى تسوية أوضاعهم من خلال تشميلهم بهذه المراسيم، وتاليا وضع حد نهائي لهذه المشكلة المنغصة. والنقطة الثانية تتعلق بمادة في قانون العاملين الأساسي تنص على أن العقد المؤقت لا ينقلب إلى عقد دائم مهما جدد أو مدد. هذه المادة تشكل أساس المشكلة، والمطلوب إعادة النظر فيها لكونها السبب الرئيسي في خلق هذه المعضلة وتراكماتها. ويختم الصحفي القول: باختصار، مشروع المرسوم المشار إليه سوف يحقق الاستقرار النفسي للعاملين المستفيدين منه، وسيشجع على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، ولا سيما أصحاب الكفاءات، حيث سيدفعهم إلى التأهيل المستمر وتاليا الحد من تسربهم بعد اكتساب المهارات الإدارية والمهنية. نأمل الله يطول صبرهم وأن يروا النور يلوح أخيرا في نهاية النفق. وفي جريدة تشرين أيضا كتب الصحفي فراس القاضي في صفحة المجتمع تحت عنوان التحرش في وسائل النقل ظاهرة تزداد بازدياد الازدحام. الطب النفسي، المتحرشون أنواع، نصفهم مرضى نفسيون. جاء فيه: أكثر مما توقعنا كان عدد القصص التي أرسلت إلينا بعد إعلان العمل على ملف عن التحرش في وسائل النقل، وأغلبية القصص أكدت أن الظاهرة مستشرية، بل أن بعض ضحايا هذه القصص أكدن أنهن توقفن عن التنقل باستخدام باص النقل الداخلي نهائيا لكثرة حالات التحرش، وخاصة عند الازدحام الشديد في أوقات الذروة. قاسمان مشتركان لقصص التحرش بحسب جريدة تشرين: الأول هو لا مبالاة الناس الذين استنجدت بهم الضحايا، بل وتحميل المتحرش بهن مسؤولية ما حصل بحجة اللباس الذي يراه بعضهم غير محتشم أو التبرج أو غيره من الحجج، برغم أن هذا لم نلمسه في الاستطلاع الذي أجريناه. وأكدت أغلبية المشاركين فيه ضرورة التدخل لمنع التحرش، وإن كان كل
بطريقته، أما القاسم المشترك الثاني فهو الجهل بالقانون وعدم اللجوء إلى شرطة المرور عند وقوع حالة التحرش، بل الاكتفاء بالهرب أو الصراخ أو تحمل التحرش خوفا من الفضيحة. مشاهدينا، للوقوف أكثر على حقيقة الظاهرة وعلى أسباب قيام المتحرش بفعلته، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة سوسن حكيم، أستاذة في جامعة تشرين. أهلا ومرحبا بك دكتورة سوسن. أهلا فيكم جميعا، يسعد أوقاتكم. يسعد صباحك دكتورة. بداية، من هو المتحرش وما هي الأسباب التي تدفعه للقيام بفعلته؟ هلا اجمالا الفتيات والنساء بيتعرضوا بشكل عام للتحرش. نعم. احيانا بالطريق، احيانا بالشغل، احيانا بوسائل المواصلات مثل ما عم نحكي هلا. هلا غالبا المتحرش بيكون شخص مهمش. نعم. بيكون شخص ما قادر يعيش حياته العاديه التقليديه الطبيعيه بشكل جيد. فالتحرش موجود باغلب الدول، وبيزيد بالازدحام وبيزيد بالعتم والظلع. نعم. تمام؟ نعم. فغالبا المتحرش بيكون عنده خلل بمنظومة القيم والأخلاق عنده، يعني ما كتير، خلينا نقول أحيانا بنقول ما متربي منيح بيت أهله، ما بيعرف الصح والغلط، ما بيعرف أنه هو هالشي اللي عم يعمله هو إذا ما بيرضى لأخته ما بصير يرضى لبنت ثانية. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. فإذا إما السبب خلل في منظومة القيم والمعتقدات والأخلاق عنده، وأحيانا بيكون في خلل نفسي عند الشخص. نعم. الخلل النفسي بيخلي يرضي نفسه من خلال هالحركات هاي بالزحمة، يستغل الزحام. نعم. على فكرة من فترة عرض حالة بملعب على الازدحام، حصروا بوقتها حدا كان عم يغطي مراسلة أجنبية يمكن ضمن صارت القصة بمصر، فعلى الزحمة ما حدا سمع صوتها، حصروها هيك بدائرة وصاروا يتحرشوا فيها بالأيدي. فهي بتقول إنه أنا اعتبرته اغتصاب بالأيدي، ورغم أنها كانت عم تعيط فما حدا سمعها نتيجة الازدحام. نعم. عرفتي شو؟ نعم. أيضا ممكن يكون الشخص شربان شيء، متعاطي شيء، فهذا بيخليه ما يحس أنه هو مسؤول عن أفعاله. نعم. دكتورة، هل هناك أنواع للمتحرشين؟ وأيضا ما هي الحالات الأكثر خطورة على المجتمع والتي تستدعي هنا العلاج النفسي لهذا المريض النفسي، إذا يعني إذا قدرنا نقول أنه هو مريض نفسيا؟ هلا العقاب حل ناجع دائما. نعم. يعني يفترض اللي بيتعرض لهالنوع من التحرش انه يعمل شيء، ما يخاف. نحن عندنا للاسف البنات بخافوا من الفضيحه، بخافوا بيخجلوا احيانا. على فكره الشخص المتحرش بيختار، يعني ما راح ينقي مثلا شخصيه قويه، ما راح ينقي حدا كبير بالعمر، بنقي غالبا الصبايا الصغار اللي ممكن يخجلوا ويتلبكوا وما يعرفوا شو يعملوا. نعم. فبهيك حالة المفروض فورا تلتفت وتقول له لو سمحت رجع لورا. فغالبا نحن من الحضور اللي بيكونوا موجودين ممكن يساعدوها وممكن تغير محلها بكل بساطة، بس المهم لازم تتصرف ولازم يتعاقب الشخص. هلأ هو بده علاج نفسي أكيد، إذا تكررت الحالة مسؤولية الأهل، مسؤولية المجتمع. وجود أي حدا مسؤول كتير بهم، يعني المفروض أنه يتم الشكوى، ما نضل ساكتين، نقول لسائق الباص، نقول لرجل أمن موجود، نقول لجو شرطي. نعم. نقول له، وبهيك حالة غالبا بيتدخلوا. يعني نحن شعبنا الحمد لله عنده نخوة وممكن يساعد،
مع وجود بعض الحالات اللي بتقول لك انا ما لي علاقه. هلا دكتوره نحن كثير بنعرف يعني وبنشوف انه مثلا يعني هون يعني بي بي يعني ما كثير في ثقافه بيقولوا لك والله البنت مثلا ممكن متبرجه زياده لابسه يعني لباس، احيانا كثير عم نشوف الصبايا بالطرقات يعني عم بيكون لباس يعني غير لباس، يعني انه احيانا بيقولوا يعني بتعرفي نحن العادات والتقاليد يعني انه يعني والله معه حق يعني مثلا ما انا لابسه صح، يعني ليش هالتبرج، ليش هاللباس الغير محتشم خلينا نقول يعني بالطرقات. اللباس غير المحتشم ممكن يجر أمور معينة، بس بصراحة اللي بده يحترش بيحترش باللي لابسه منيح وباللي ما لابسه منيح. صحيح صحيح. واللي بتكون لباسها شوي أوفر يعني زايدتها ما في داعي تطلع بوسائل مواصلات زحمة. يعني هي بالطريق ممكن حدا يزعجها. كيف إذا طلعت على مواصلات وفي ازدحام؟ وفي كتير بنات يعني وصبايا دكتورة يعني أحيانا بيكون الخجل إنه ما بدهم يسيروا مثلا يعني سواء كان يعني بوسائل النقل أو حتى في الشوارع أو بالأماكن المكتظة بالناس، يعني أحيانا بتقلك إني أنا ما بدي بهدل حالي وخلي الناس مثلا إني تسمع إنه مثلا صراخ إني أنا عم بهدل هذا الشخص. أحيانا في كتير بنات بيكونوا خجولات يعني من هذا الموضوع، ما بدهم يعملوا مشكل بهذا يعني السبب. بالضبط. هلا هو يفترض الواحد ما يحط حاله بحاله انه ممكن يتم التحرش فيه، اما اذا تم فالمفروض الواحد يتصرف بدءا من اني بعد عن المكان معذوره للشخص. اذا ما فهم بعلي صوتي بشكل انه الاخرين ينتبهوا بأسوأ الأحوال، لأنه إذا عمل أول مرة يعني وما لقى في ردة فعل يعني تماماً. مثلا من ممكن بزيدة. يعني يعملها مرة ثانية وثالثة بالضبط وبشخص ثاني وثالث، لذلك لازم نتصرف ولازم العقاب، لازم يكون في عقاب نظامي. متى متعاقب واحد اثنين لهالسبب بتلاقي الباقيين بينتبهوا وبيديروا بالهم. الآثار النفسية والعضوية للتحرش على المتحرش بها دكتورة؟ هلا أول شيء في أذى نفسي، في أذى نفسي وإحساس بعدم الأمان. إذا تعمق هالشي ممكن يسبب اضطرابات بالأكل بالنوم. صحيح. ممكن يتطور لخوف من الخروج خارج المنزل، ما بقى بتحب تروح على الجامعة البنت أو على شغلة، ممكن تتطور حتى لاكتئاب. عرفتي شو؟ فلذلك إنه المفروض ننتبه من أصله ما يصير. ممكن يتطور الموضوع لأذى جسدي، يعني أحيانا ممكن قرصة قوية، ممكن تخرمش، ممكن أي شيء، فممكن يؤدي أيضا لأذى جسدي حسب درجة الحالة وحسب استمرارها. نعم. أفضل طريقة برأيك دكتورة سوسن للحد من هذه الظاهرة وانتشارها؟ هلا أفضل طريقة أنه أولا البنت يكون لباسها مقبول. اثنين، تجنب أماكن الازدحام الزايدة قدر الإمكان. ثلاثة، اتصرف وبحزم مع اي محاوله من هالنوع. فهم فهم، ما فهم بستنجد بالحوالي، ما فهم سائق الباص او حتى شرطه مرور او اي رجل امن موجود ممكن يحل المشكله، والعقاب مره ومرتين ممكن يعمل رادع كثير جيد للباقي. صحيح. الدكتوره سوسن حكيم الاستاذه الجامعيه والاستشاريه في التنميه البشريه، شكرا لك دكتوره سوسن. يا ميت هلا هلا فيك. هلا هلا شكرا. الله معك. وفي جريدة الثورة كتبت الصحفية غصون سليمان في زاوية عين على المجتمع تحت عنوان التربية أمانة. قلة الأمانة والمؤتمنين في أيامنا هذه والتقليل من خصوصيتها وإفشاء سرها على جميع المستويات أصبحت على ما يبدو حالة مرضية مزمنة، في بعض حالاتها تحتاج إلى علاج وكي من نوع خاص. وتتساءل كاتبة المقال، كيف يمكن لضمير حي أن يستريح أو يهنأ وهو يخون خصوصية وطن وينتهك حرمة شعب ويطعن بصدر أسرة فاضلة؟ كيف يسمح لنفسه أي مسؤول أو عامل أو موظف أو أي شخص كان أن يخترق جدار الثقة ويعبث بصفة أبت
الجبال أن تحملها فحملها الإنسان، وتتابع الصحفية القول: من أهم مفاتيح التربية وسلوكها أن يتربى الإنسان على معنى الفضيلة وكيف يكون التعفف والاحترام والالتزام بالضوابط والحدود والأخلاق والخصوصية، أن يعرف ما له وما عليه، حقوقه وواجباته تجاه أهله ومجتمعه ووطنه. وتختم الصحفية بالقول: قد تكون التربية اليوم بمفهومها الشامل من عام وخاص من أصعب المهام الملقاة على عاتق الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية بعد هذا الانزياح الكبير في تسويق وترويج ذاك الكم من الخليط المتداخل بقاموس التربية الحديثة التي أخذت معانيها وسلوكها اتجاهات متباينة حسب مصالح ومنافع كل فئة أو جهة داعمة على السواء بشكل إيجابي أو مخربة بشكل سلبي. لكن ورغم كل هذا الشقاء التربوي علينا جميعا أسرة ومجتمعا أن نبني بالوعي ونعمر بالطموح والمحبة ونحفز النفس بالإرادة للعمل الصالح. ونختم مع جريدة تشرين والتحقيق الذي أجرته الصحفيتان سراب علي وباسمة إسماعيل تحت عنوان: البضائع المهربة في أسواق اللاذقية ينشطها غياب البدائل، فما دور حماية المستهلك في ضبط المواد المجهولة المصدر؟ تقاسمهما المكان وتصطف إلى جانبها في الرفوف، كما أنها تنافسها في السعر وعلى مرأى المعنيين قبل المواطنين. تنتشر تلك المواد على اختلاف أنواعها وأصنافها في المحلات الصغيرة والكبيرة، وما أكثرها في المولات، وخاصة الألبسة منها التي تسابق الألبسة المحلية في العرض، وبكل ثقة يقدمها البائعون للزبائن متباهين بجودتها مستعرضين ميزاتها، رغم صدور قرار حكومي منذ 4 أعوام أي في العام 2015 جاء فيه يحظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي، كما يمنع قبول العروض التي يدخل فيها تركيبها أو أي مكون تركي، ليأتي تأكيد الحكومة تباعا على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق هذا القرار. والجدير ذكره أن رئاسة مجلس الوزراء ناقشت مؤخرا موضوع المواد المهربة ووضعت خريطة طريق متكاملة لإعلان سوريا دون خالية من المواد المهربة. مشاهدين، للوقوف على واقع هذه الظاهرة وتداعياتها يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان كفا، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية. أهلا ومرحبا بك أستاذ عدنان. صباحك المبارك. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. بداية أستاذ عدنان، ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه البضائع المهربة أو مجهولة المصدر، وما هي أيضا منعكساتها الاقتصادية والاجتماعية؟ هلا بداية بدي أدخل الحقيقة، خلينا نقول بالمهام الوظيفية المناطة بمديرية التجارة الداخلية اللي هي معالجة المواد داخل الأسواق الرئيسية أو الفرعية. نعم. أكيد في إقرار أنه انتشرت هذه الظاهرة لمواد غذائية أو غير غذائية بالسوق المحلية. نعم. وبطريقة غير شرعية خلال الفترة السابقة. يعني مو بس الألبسة. لا أكيد، يعني نعم. في مواد غذائية وغير غذائية، وتسربت الحقيقة كثير من المواد إلى الأسواق وتم تداولها بدون فواتير أو بطاقات بيان. نعم. طبعا الأمر اللي تطلب منا مع أنه هناك يعني حملة نشطة حقيقة، يعني سواء من الجمارك ولا من مديرية التموين، يعني هناك حملة يوميا عم نشهدها يعني في ضبط لضبط هذه المواد المهربة. نحن الحقيقة بناء يعني على التوجيهات الصادرة لنا
سواء كانت من الوزارة أو من السيد المحافظ لمعالجة هذه الظاهرة، وضعنا طبعا وضعناها بسلم اهتماماتنا الوظيفية. وبالتالي شددنا الرقابة التموينية على كافة المواد الأولية أو المصنعة الموجودة بطرق غير قانونية أيا كان مصدرها أو أنواع أو كمياتها، واتخذت إجراءات قانونية بحق طبعا المخالفين بتنظيم ضبوط تموينية، وتم إغلاق المحلات أو ورشات العمل أو المنشآت التجارية والصناعية المخالفة لمدة شهر بناء على هذه التوجيهات. ونحن في عام 2018 نظمنا 280 ضبط بالحالات المخالفة خلال الربع الرابع من عام 2018، و35 ضبط خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى الأمس. برأيك يعني هاي العقوبات يعني أنتم اللي نظمتوها هل كانت رادعة أستاذ؟ بالتأكيد هي الحقيقة إحدى أهم الوسائل اللي اتبعناها، هي كانت طبعا إحالة الضبوط إلى القضاء المختص، لأنه هناك غرامات مالية تتراوح بين 300 ألف إلى مليون ليرة سوري، وهناك إغلاقات إدارية كانت استمرت لحد الشهر. طبعا كل هذه الإجراءات طبعا المتخذة بالنتيجة تصب أكيد في صالح حماية خلينا نقول الصناعة الوطنية من أي منافسة غير مشروعة. طيب أستاذ عدنان يعني بغض يعني هلأ أنت يعني أنه هيد الضبوط أنه يعني كان هناك عقوبة وهي إغلاق المحلات لمدة شهر، ولكن رح أسألك أنا عن البضائع يعني عن هذه البضاعة الموجودة هون، كيف تصرفتوا وكيف تعاملتوا مع هذه البضائع؟ كل البضاعة تم مصادرتها وحجز أصولا وأحيلت الضبوط إلى القضاء المختص إلى البتسية، يعني هذه اليوم المواد اللي تم ضبطها بهذه المحلات أو لدى الحائزين سواء تجار جملي أو مفرق على حد سواء، طبعا سحبت من التداول من السوق المحلية وأودعت لدى خلينا نقول أمانة المستودع لدينا إلى حين البتسها بشكل النهائي من قبل القضاء المختص. أيضا يعني كيف بالإمكان أستاذ عدنان تعزيز إحلال السلع البديلة مكان المهربة أو مجهولة المصدر، وما هي أيضا صلاحياتكم في هذا الخصوص؟ هلأ نحن منقول يعني نحن ألزمنا جميع المشتغلين بالفواتير النظامية، يعني وبالتالي ببطاقة بيان خاصة لجهة بلد المنشأ أو مدة الصلاحية مع المكونات، وسحبنا الكثير من العينات بهدف طبعا الحد وقمع وجود أي مادة خلينا نقول مهربة أو موجودة بطريقة غير شرعية. أيضا الحقيقة يعني اليوم نحن يعني في رقابة لصيقة ومفاجئة لكافة المنشآت وورشات العمل خاصة في المناطق الصناعية لحتى نتحقق من مصدر المواد الأولية المستخدمة من حيث المنشأ الكمية ومطابقتها أكيد مع البيانات الجمركية ومعرفة أيضا الكميات المنتجة وآلية تصريفها في الأسواق المحلية. هل هناك يعني تشاركي أو تعاون يعني بينكم طبعاً وبين يعني مديرية الجمارك وأيضا يعني من له علاقة بهذا الموضوع من مديريات؟ بالتأكيد بالتأكيد نحن نعمل مع الإدارة العامة للجمارك ونعمل مع الوحدات الشرطية مع الأجهزة المعنية في المحافظة لقمع هذه الظاهرة كليا وإنهاء حالة تداول خلينا نقول المواد مجهولة المصدر أيا كان مصدرها سواء كان التركي أو اللبناني أو القطري أو السعودي إلى آخره، هي موجودة بدون بيانات جمركية أو بدون إجازات استيراد نظامية. طبعا أيضا بهالحالة نحن منكون الحقيقة حمينا العملات الأجنبية أو الموجودة بأسواقنا من يعني منعنا تحويلها الى خارج الحدود بالتالي لشراء وادخال مواد دون اي رسوم جمركيه، وبالتالي يعني هروب البعض من خلينا نقول هذه الرسوم وتحقيق ارباح استثنائيه. الاستاذ عدنان كفى معاون مدير التجاره الداخليه وحمايه المستهلك باللاذقيه، شكرا لكم وشكرا لكل الجهود المبذوله التي تقومون بها سواء انتم ولا مدير الاداره العامه للجمارك وكل يعني المعنيين بهذا الموضوع. شكرا استاذ عدنان. صباح النور. يسعد صباحك. مشاهدينا نأمل أن نكون قد وفقنا فيما اخترناه لكم اليوم من موضوعات وقضايا عبر صحافتنا من برنامج حبر المواطن. نشكر لكم حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد معكم كل اثنين بحلقة جديدة وقضايا متنوعة. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.